السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح الجزء المتبقي والأخير من منهج الماس أو الماثماتيكال بارت في كتاب ديسكوفر منهج KG2. واحنا كنا شرحنا المرات اللي فاتت حتى نهاية page 15 او صفحة 15، والنهاردة هنكمل الجزء المتبقي كله وان شاء الله يخلص بسرعة. بس قبل ما نبتدي بالشرح احب افكرك ان انت لازم تشارك الدرس ده مع اصحابك، علشان فيه معلومات مفيدة جدا ومهمة جدا هتنفعكوا حتى بعد كده في السنين اللي جاية، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول علشان نكتب الملاحظات ونكتب الكلمات الجديدة اللي ممكن اول مرة نقابلها. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين دي page 16 او صفحة 16، والdirections بتاعتها بتقول practice يعني تدرب writing على كتابة 1, 2, 3, 4, and 5، أرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 in order يعني بالترتيب. draw 8 box يعني ارسم 8 كتب that goes along with the story، اللي انت ممكن بعد كده وانت بترسمهم تحكي حدوتة خاصة بالـ 8 كتب دول. انت هتكتب الأول من رقم 1 حتى رقم 5 1 2 3 4 5 in order بالترتيب. بعد كده هترسم 8 box، وانت بترسم الـ 8 كتب دول هتحكي حدوتة صغيرة تعبر فيها عن اي حاجة خاصة بالـ 8 box دول. مثلا ممكن تقول انا اشتريت 8 box from the bookshop، انا اشتريت 8 كتب من الـ I bought 8 box from the bookshop، أنا اشتريت 8 كتب من المكتبة. I will read 8 box، أنا سوف أقرأ 8 كتب. مش لازم تقولها in English، قولها حتى بالعربي. المهم إن أنت تفكر وتتخيل وأنت بترسم الـ 8 كتب دول أي ستوري صغيرة تيجي في عقلك، بحيث إن الموضوع يبقى ليه معنى. وبكده نكون انهينا بيج 16 ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 17 او صفحة 17، والدايركشنز بتاعتها بتقول write the number 6، يكتب رقم 6. draw 6 objects، ارسم 6 اشياء. فانت هتكتب هنا number 6 رقم 6، وهترسم 6 حاجات ممكن تيجي في دماغك. مثلا نقول 6 اشجار، فهترسم 6 أشجار بعد ما تكتب رقم 6. وبكده نكون انهينا البيج دي. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 18 او صفحة 18، وهنا في جزء جديد بيقابلنا. الدايركشنز بتقول draw a number bond. number bond اللي هو مخطط مكونات الرقم، هو الترجمة بتاعته حبل الأرقام أو رباط الأرقام، لكن هنا الترجمة أو الإكسبريشن ده بيعبر عن حاجة اسمها مخطط مكونات الرقم. يعني إيه يا مستر مخطط مكونات الرقم؟ أي رقم يا أصحابي. مثلا رقم 7 ممكن يتكون من أرقام صغيرة بتتجمع على بعضها فتدينا رقم 7. النمبر بوند أو مخطط مكونات الرقم في 3 أجزاء. الجزء الأولاني اللي هو الكل، الرقم الكبير، والجزئين صغيرين لما بنجمعهم على بعض بيدون الرقم الكبير دول. فمثلا number 7 أو رقم 7 زي ما احنا بنقول ممكن يتكون من 2 plus 5، 5 و2، 2 زائد 5. ممكن يتكون من 1 plus 6، 1 زائد 6. ممكن يتكون من 3 plus 4، من 3 زائد 4. فهو ممكن يتكون من جزئين مجموعين على بعض، والجزئين دول ممكن يتغيروا. المهم ان الـ number bond فيه 3 حاجات: الكل،
اللي هو التوتال والجزء اللي هو البارت، فهو لازم يبقى فيه تلات أجزاء، الكل وجزئين. الجزئين دول مش لازم يكونوا ثابتين، ممكن يكونوا متغيرين. وزي ما احنا شايفين قدامنا، هو بيقولك draw a number bond، وده شكل number bond زي ما احنا شايفينه قدامنا. وبعد كده بيطلب منك وبيقولك write the number 7، اكتب رقم 7 in the circle، في الدايرة، يعني اكتب رقم 7 في السيركل، في الدايرة اللي هي الدايرة بتاعت التوتال اللي طالع منها الفرعين دول زي ما احنا شايفين. الدايرة اللي فيها number 7 دي اسمها التوتال او الكل. الكل ده بيتكون من اجزاء، من جزئين. طبعا اكيد الاجزاء بتبقى اصغر من الكل. الجزئين دول ممكن يتغيروا، وزي ما هو بيقول لنا هنا make different combinations. different يعني مختلف، combinations مكونات مختلفة of 7 من رقم 7 in the number bond، في شكل اللي هو مخطط مكونات الرقم زي ما احنا قلنا number bond اللي هو مخطط مكونات الرقم. فهو دلوقتي بيقول لك اعمل different combinations، يعني اعمل مكونات مختلفة لرقم 7. زي ما قلنا ممكن يبقى عندنا 2 plus 5 2 و5، كل دايرة فيها دايرة فيها رقم 2 دايرة فيها رقم 5. ممكن يبقى عندنا 6 و1، ممكن يبقى عندنا 3 و4. مش دي ممكن تبقى different combinations، مكونات مختلفة الرقم 7. يبقى كده احنا حلينا الدايركشنز بتاعت البيج دي، وعرفنا ايه هو النمبر بوند او المخطط بتاع مكونات الرقم، وفهمنا كويس ان هو بيتكون من الكل وجزئين. الجزئين دول بيكونوا الكل او التوتال او المجموع بتاع الجزئين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 19 او صفحة 19، والدايركشنز بتاعتها بتقول draw a number bond، ارسم مخطط مكونات الرقم. write number 1 and 7، هتكتب رقم 1 و7، بس هنا المرة دي هنكتبهم فين يا اصحابي، في البارتس ولا في التوتال؟ دول اتنين، يبقى هنكتبهم في البارتس، في واحد في الدايرة و7 في الدايرة التانية، 1 في دايرة و7 في التانية. يبقى المفروض التوتال بتاعهم يبقى ايه يا اصحابي شاطرين؟ هيبقى 8. المفروض في الدايرة اللي هي بتاعت التوتال او بتاعت الكل هيبقى 8. بعد كده بيقول لك make different combinations of 8، وبعد كده بيقول لك اعمل مكونات مختلفة لنمبر 8 او رقم 8. فاحنا عرفنا ان هو كان بيقول لنا الاول نكون 8، هو هنسيب ال 8 زي ما هي. بقى احنا عرفنا ان 1 و 7 بيكونوا 8، ممكن ايه تاني يكون لنا 8 يا اصحابي؟ 2 و 6، صح، 2 and 6 هيكونوا 8. ايه تاني؟ 3 و 5 بيكونوا 8، شاطرين. ايه تاني؟ 4 و 4 بيكونوا 8، شاطرين. وبكده نكون حلينا الدايركشنز بتاعت البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 20 او صفحة 20، والدايركشنز بتاعتها بتقول draw a number bond، ارسم مخطط مكونات الرقم. write the number 1 and 8، اكتب رقم 1 و8، هنكتبهم فين يا اصحابي شاطرين؟ في الجزء او في الدوائر بتاعت البارتس، في الدائرتين بتوع الاجزاء. 1 و8 المفروض يبقى التوتال موجود فيها ايه؟ 9، صح، لان 1 و plus 8 هيدونا number 9. make different combinations، اعمل مكونات مختلفة of 9 لرقم 9. احنا عرفنا ان 1 و8 هيدونا 9، ايه تاني ممكن يدينا 9؟ شاطرين، 2 و 7. ايه تاني ممكن يدينا 9؟ 3 و 6. ايه تاني ممكن يدينا 9؟ 4 و 5، شاطرين. وبكده احنا حلينا الدايركشنز بتاعت البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 21 او صفحة 21، والدايركشنز بتاعتها بتقول draw
a number bond ارسم مخطط مكونات الرقم write the number 3 and 7 هنكتب رقم 3 و 7 هنكتبهم فين يا أصحابي in the circles طبعا في السيركلز بتاعة البارتس أو الأجزاء يبقى المفروض 3 و 7 هيدونا إيه في التوتل شطرين هيدونا number 10 بعد كده بيقولك هنا make different combinations of 10 اعمل مكونات مختلفة ل 10 احنا عرفنا ان 3 و 7 بيدونا 10 ايه تاني ممكن يدينا 10 1 و 9 شاطرين 2 و 8 4 و 6 5 و 5 شاطرين وبكده حلينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 22 او صفحة 22 وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات وتشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد ونوصل لفقرة لوحة الشرف او اسماء اصحابي الشاطرين اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم دايما متابعين معانا اول باول والاسماء هي عبد الملك شمس بشرى بيدو عائشة بودي مصطفى يارا ريناد يوسف مريم كنزي ريماس جودي ديمة أسيد أو أسيد محمد وعبد الرحمن وعبد الله كلكوا شاطرين وكلكوا حلوين ربنا يحفظكوا دايما وإن شاء الله دايما تكونوا ناجحين وشاطرين والدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول write the number 11 يعني اكتب رقم 11 and 12 و 12 3 times 3 مرات يبقى هنكتب هنا 11 3 مرات وهنكتب 12 3 مرات اوكي هنكون انهينا البيج دي نتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 23 او صفحة 23 والدايركشنز بتاعتها بتقول write the number 13 اكتب رقم 13 and 14 ورقم 14 3 times 3 مرات يبقى هنكتب رقم 13 3 مرات ونكتب رقم 14 3 مرات ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 24 او صفحة 24 والدايركشنز بتاعتها بتقول write the number 15 رقم 15 and 16 ورقم 16 3 times يبقى نكتب هنا 15 3 times و 16 3 times ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 25 او صفحة 25 والدايركشنز بتقول write the number 17 رقم 17 and 18 ورقم 18 3 times يبقى هنكتب هنا 17 3 times 3 مرات ونكتب 18 3 times 3 مرات ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 26 او صفحة 26 والدايركشنز بتاعتها بتقول write the number 19 اكتب رقم 19 and 20 ورقم 20 3 times 3 مرات يبقى هنكتب هنا 19 3 times او 3 مرات ونكتب 20 او 20 3 times 3 مرات ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 27 او صفحة 27 والدايركشنز بتاعتها بتقول write the numbers 1 to 20 اكتب الارقام من 1 ل 20 علشان انت المفروض دلوقتي تكون عارف الارقام من 1 ل 20 او from 1 to 20 وبكده نكون انهينا منهج الماس الخاص بديسكوفر اكتشف منهج KG2 وان شاء الله انتظرونا في الترم الثاني وان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا ولو استفدتوا ولو معلومة بسيطة اعملوا لايك
والأهم إن أنتوا تشاركوا الدرس ده مع أصحابكم حتى لو عن طريق الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.